السؤال الأخير، الذنب. الذنب مهما كان الذنب كبيرا عفو الله أكبر، مهما كان الذنب عظيما عفو الله أعظم. ألا يشرح صدرك ويزيل همك قول ربك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. الباب مفتوح ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مهما كان الذنب حتى لو من الكبائر. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خير ختام.